السيزون ده بيتهيألي ان احنا واحنا بنبتديه كده نتفق انه مفيش مباراة صعبة ومفيش مباراة سهلة، اللي لينا ان يبقى في مباراة جد وفي مباراة هزار، واعتقد ان كل ماتشات الاهلي السيزون ده تحتمل انها تكون جد الجد بصرف النظر عن المنافس، موقعه، ترتيبه، امكانياته، اسماءه. سان جورج اللي يمكن يكون فريق مجهول بالنسبة لنا، هو بطل الدوري 7 مرات، اخرها 22 23، صاحب مركز ثاني مرتين، متوسط اعمار اللاعبين 24، عندهم 4 لاعبين محترفين، واحد من اوغندا وهو حارس المرمى، 2 لعيبه من غانا وواحد من نيجيريا، والقيمه التسويقيه للفريق كله 750 الف يورو. يمكن من شويه انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراه بكره اللي هتتلعب على استاد القاهره، ويعني مفيش الاهلي هيلعب بالزي التقليدي احمر ابيض احمر، وهم هيلعبوا بالزي الاصفر بتاعهم، ومفترض الفرقتين يكونوا موجودين في ملعب المباراه قبل ساعه ونص من بدايتها. هتكلم على ماتش سان جورج، بس قبل ما ألقي نظرة كده شاملة وعامة على انطلاقة بطولة الدوري في الموسم الجديد مع الكابتن أحمد عبد الفتاح اللي بيشرفنا النهاردة في السادسة، متألق كعادته. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا أبو حميد، ومبسوط طبعا موجود معك النهاردة. شايف، خلينا نبدا بملف الدوري، اعرف رايك كده في انطلاقه الدوري الممتاز. أكيد أكيد. دوري يمكن السنين الاخيره بصرف النظر عن الاهلي والتتويج من عدمه، انا بتكلم على البطوله في حد ذاتها، كانت فيها مشاكل كتير، وكانت الانتقادات انجاز التعبير او الهجوم على القائمين على البطوله، سواء كان اتحاد قبل كده او رابطه من بعد كده، بيتكرر تقريبا كل موسم في نفس الملفات. واحد، ايه اللي تتمناه او تتوقعه في النسخه الجديده من الدوري قبل ما اخد معاك تقييم كده عام على الجولة الأولى من انطلاقة المسابقة؟ بص، البطولة الدوري السنة دي هتبقى صعبة جدا جدا في موعدها. بطولة أو موسم مليء بالتوقفات كتيرة جدا، أو المؤجلات، لأن في ارتباطات كتيرة جدا. أولا النادي الأهلي عنده بطولة أفريقيا، بطولة السوبر الأفريقي، كأس عالم أندية، منتخب الأول عنده تصفية أولا كأس عالم، زائد بطولة أفريقيا اللي المفترض إن هي بتبقى في يناير، بتتلعب في 13 يناير ل 11 فبراير اعتقد. ففي توقفات كتيره جدا جدا، دي ليها تاثير كبير جدا. في ناس اقاويل بتقول لك حتى كمان هم ما كتبوش ان الموسم ممكن يخلص امتى، فدي ممكن يمتد لنهايه مثلا شهر 7 او 8 او 9، وتخش على الموسم الجديد اللي بعد كده ممكن يكون في تلاحم. ايوه. الحلو السنه دي اللي احنا ما شفناهوش بقى لنا كتير جدا، ان لعيبه النادي الاهلي او لعيبه الدوري المصري كلهم خدوا اجازه. وشفناهم بقالنا كتير جدا ما شفناهمش هم واخدين اجازه وبيتفسحوا، وده مهم جدا للاعب المصري. أيوه. او اي لاعب في العالم لازم فتره معينه بين الدوري الموسم والموسم لازم اللعيب ياخد فتره نقاهه، لازم يبعد عن الكوره خالص. احنا كمدربين بنقول للعيبه كده، ابعد عن الكوره خالص، شيل ذهنك خالص، عشان اسمها زي استشفاء، عشان تبتدي موسم. اي حد في الدنيا بيعمل اي حاجه في الدنيا لازم ياخد بريك، مهم يفصل جدا ويشد. مهم جدا لعيبه انديه العالم كلها. أيوه. تشتغل واي مهنه واي شغلانه في الدنيا، لكن الموسم السنه دي بالنسبه لنا في مشاكل كبيره جدا. اتمنى ان شاء الله القائمين على اللي هو المواعيد ما باليد حيله يا كابتن. أكيد أكيد. يعني اللي اتقال انه، ويمكن الطرح احنا يمكن اتناقشنا هنا وسمعنا سيناريوهات كتيره جدا، يعني في النهايه دي وجهه نظر شخصيه. الواحد لما بيتكلم فيها، لانه انت عندك بطوله امم افريقيا عايز لعيبتك تروح تنافس على اللقب، عندك اولمبياد باريس عايز لعيبتك تروح تنافس على اللقب. بالظبط كده. الفرق المصريه بتشارك في البطولات الافريقيه بالتاكيد عندها رغبه في انها تحقق اللقب. فمؤجلات الدوري تبقى كتير جدا. فطبعا ولا مش بس حكايه المؤجلات والاجنده، حكايه كمان النواحي البدنيه والفنيه للاعب المصري. يعني انت بتتكلم على لعيب في النادي الاهلي ممكن عدد ماتشاته الموسم ده يتجاوز ال 70 مباراه او 75 مباراه. اللاعب الدولي. وبالتالي انت بتطالب منه انه يقدم اعلى مستوى ليه ويحافظ على نفسه من الاصابات. كان شيء كان نفسي ان القائمين على اللي بيحطوا جدول الدوري او القائمين اللي بيحطوا نظام الدوري يفكر كويس قوي قبل ما يحط السنه دي موسم استثنائي. مشكله كان ممكن نفكر مثلا نعمل الدوري الدور الاولاني. لا احنا فكرنا فعلا، كان مهم جدا. لا بس دي محتاجه قرار. أيوه. قرار قوي، الدور الاولاني من دور واحد، بعد كده بتاخد المجموعه اللي تشتغل على المنافسه على الدوري، ومنافسه تشتغل على الهبوط. مظبوط. ده عادي جدا. ده كان افضل سيناريو. صحيح. موسم استثنائي غصب عنك هتعمل ايه؟ لكن برضو الدوري اللي بالشكل ده بحس ان ما فيهوش يعني ايه، في مشكله لبعض الانديه اكيد. أيوه. اكيد الفرق مثلا اللي بتنزل اكيد برضو بالنسبه لها عايزه تشعل في اي حاجه تخليها موجوده في الدوري. الناس الفرق اللي بتلعب على بطوله الدوري برضو
متعود على نظام معين، النادي الاهلي مثلا في اخفاقات بتحصل في بعض المباريات، لكن نتكلم بصراحه كابتن احمد فضل. يعني هكلمك بمنتهى الصراحه، احنا البطوله كبطوله محتاجه تتنسف وتتعاد صياغتها، كل ما يتعلق بالانديه اللي بتشارك فيها، كل ما يتعلق بفكره دخول الاستثمار فيها. يعني احنا البطوله اذا كنا عايزين ناخدها ونروح نعمل حاجه تستاهل فعلا او تليق بالتاريخ مصر في كره القدم وعراقه الدوري المصري وعراقه الانديه المصريه اللي بتشارك فيه، البطوله دي مش محتاجه مسكنات، البطوله دي محتاجه تتنسف وتتبني من اول وجديد، تحط قواعد واضحه. اعتقد انه من مصلحتنا جميعا، يعني من مصلحه او من مصلحه الاغلبيه، من مصلحه الاغلبيه انه ده يحصل اكيد، وهو ان اجلا او عاجلا استمرت الناس اللي موجوده او القائمه على المنظومه في مكانها او مشيت في يوم من الايام، ان اجلا ام عاجلا لا يصح، لازم يحصل، لازم هيحصل. لانه خد بالك الخطوات اللي بتتاخد من حواليك بتطلع لفوق بتكشف الفوارق، كل ما الخطوات دي هتعلى اكتر، كل ما وانت حتى لو فضلت محلك سر هتبان قوي انك انت بتتراجع بشكل كبير. فان اجلا لازم تفتح الابواب للجمهور وتحط ضوابط، ولازم المدرجات ما تبقاش بس الجمهور، الكره تبقى للاسره المصريه والعائله المصريه، ولازم المدرجات تبقى كامله العدد. وده مش هيحصل لو امبارح على الدوري السعودي مباراه على اعلى مستوى بين نادي النصر ونادي الاهلي، اتفرج على الجمهور والجمهور مخلي شكل المباراه ازاي طبعا، وحماس اللعيبه، هي المتعه اللي انا بشوفها كمشاهد اللعيب كمان مش جايه بس من اللعيبه في ارض الملعب، جايه من الجمهور اللي مالي المدرجات. ما هو اللاعب ده كل ما يكون زي انا قلتها كذا مره، اللعيب ده عامل زي الفنان، ينفع الفنان على المسرح يبقى واقف بيمثل ومفيش حد بيتفرج عليه؟ لا طبعا، هتلاقي اداؤه في كده فطور، في مش مفيش ابداع. لكن لعيب الكوره كل ما الجمهور بيزيد، كل ما ابداعاته تكتر، كل ما يتعود على اللعب على الجمهور وشد الجمهور واعصاب الشد العصبي، ده حاجه مهمه جدا جدا بتعمل لاعب دولي على اعلى مستوى. لكن في لعيبه، كنت بتكلم في النقطه دي قريب، ان في لعيبه مع في وجود بعض الجمهور او زياده في الجمهور بتقلق، لانه بقاله 7 أو 8 سنين بيلعب والجو صامت جنبه، لكن يجي يلعب بقى دلوقتي ويجي يغلط فالجمهور يزوم عليه، فبيبدا هو مش متعود، مش متعود ان الجمهور يزوم عليه، فبيقعد يفكر. ده انت كمان يعني عندك اشكاليه لو عديت قصه، انا متاكد انه يعني ان احنا نقدر بشكل تام نفتح، يعني من حيث القدره والامكانيه طبعا، انا طبعا متاكد ان احنا نقدر جدا نفتح ابواب المدرجات كلها بشكل يسمح بوجود الحفلات تواجد كامل العدد، اي مطرب او اي فنان صحيح الحفله بيبقى فيها كم عدد الجمهور قد ايه، واقدر اضبط حته المدرجات دي، واقدر اضبط كل اشكال الخروج على النص، انا ما عنديش شك في ده. لكن عندك مشكله ثانيه بعدها، انك حتى لو فتحت المدرجات كمل العدد هتلاقي انه اكتر من نص ماتشات الدوري ما فيهاش جمهور، عشان انديه الشركات فيها كتير طبعا، لان انت بتتكلم على انديه النهارده ما فيش اي أكيد علاقه ليها بالجمهور اكيد الكوره، فبالتالي دي نقطه تانية لازم يبقى ليها حلول حتى لو بشكل تدريجي على مدار السنين اللي جايه، نتمنى ان شاء الله الفتره دي. طيب نتكلم كوره شويه، شفت يعني شفنا قبل زي ما حضرتك قلت راحه سلبيه، فرق بتحضر معسكرات، في معسكرات بره، في انديه عملت معسكر منها النادي الاهلي، في صفقات وتدعيمات كبيره جدا، ويبدو كده من شكل الميركاتو في ناس انديه كتيره بتفكر تقول لك لا انا المنطقه الدافيه دي ما تلزمنيش خلاص، انا ليه ما افكرش ان انا انافس. هل الانطلاقه تترجم اللي شفته كمقدمه للموسم ولا لسه شويه؟ بس انا هرجع بكرة الذاكره معاك كده شويه، انا يعني مثلا بشتغل في الدوري الممتاز مثلا من 2009، انا صاعد مع الانتاج الحربي 2009 2010 اول سنه دوري ممتاز، فاشتغلت خلال ال 13 14 سنه دول في انديه كتيره جدا، اشتغلت في سموحه مثلا مرتين، في بتروجيت مره، في الدوري الممتاز، الانتاج الحربي 4 سنين في الدوري الممتاز، الشركه كانت في الدوري الممتاز كنت موجود معاها. فكل سنه لما تيجي انت كمدير فني بتيجي تتفرج او بتعمل حساباتك، كل سنه بتبقى اصعب من الثانيه. كل سنه كل نادي بيشوف الاخطاء اللي كانت عنده قبل كده وبيقدر يفكر في التدعيم، كل سنه بتتكلم على الفرق اللي بتيجي تنزل او الفرق اللي بتنافس قبل الدوري، الناس اللي هم عندهم خبرات في الدوري، المدربين الكبار بيبقى عارف يقول لك انا وضعي في الدوري هبقى في المكان ده، في 6 7 فرق أو 8 بيشتغلوا على الهبوط، مين ينفذ منهم على حسب بقى. تسمح لي اقف معاك بس في التجارب اللي انت قلتها دي، هو ما فيش مره مثلا انت دخلت مع فريق جديد مثلا تتولى مسؤوليته اول مره؟ انا عارف طبعا القصه قصه امكانيات ولاعيبه وكل واحد يقدر الرقم اللي بتدفعه هو اللي بيحط مكانك في الدوري، انا عارف انا فاهم كويس ده والله، تمام. بس ما انا هقول لك حاجه مثلا، يعني ده بيحصل زي ما بيحصل في مصر،
بيحصل في انجلترا يعني. بيحصل في أكيد. في اي حته في اوروبا. انا اقصد اقول انه في اوقات كده بنلاقي تجربه مثلا ليل مثلا حصلت. حد يختلف انه قيمه البي اس جي هي اجمد سكواد في فرنسا بالظبط. فيجي فريق اسمه ليل هو فريق كبير وليه تاريخ برضه كويس. يجي مره يروح واخد الدوري الفرنساوي بتحصل. يجي فريق سيتي زي مثلا في مثلا ليستر سيتي لسه اقول لك يروح واخد الدوري الانجليزي وكان زمان في مصر المقاولين العرب عملها بتحصل يعني. ده مش ممكن يحصل دلوقتي. دلوقتي لا انا اتوقع لا. الفوارق بقت كبيره قوي. فاحنا من الاول يقول لك الاربعه اللي في الاول اقول لك على الست فرق اللي هينافسوا على مربع الذهبي. اهلي زمالك كما السنه دي الموسم زمالك الجديد بيراميدز. واحنا من السنه اللي فاتت بنقول كده اهلي زمالك اهلي بيراميدز الزمالك فيوتشر او المصري او الاتحاد. السنه اللي فاتت كان الوضع مثلا فرقه مثلا سيراميكا والبنك الاهلي في تدعيمات قويه جدا. ده ميركاتو البنك الاهلي السنه اللي فاتت كان ناري. تلاقي بقى الوضع مختلف تلاقي نتائج سلبيه حصلت غريبه جدا. تيجي تتكلم على السنه دي مثلا من اقل الصفقات او من اقل الانديه عامله صفقات بلديه المحل. مظبوط. ادت مباراه على اعلى مستوى وكسبت مباراه في اول مره. هقف معاك مع بلديه المحل بالتفصيل. هقف معاك مع الوافدين الجدد بشكل مفصل قدومهم للدوري تمثيل مشرف والناس دي جايه تعمل بصمه. بس تسمح لي قبل ما ندخل بقى في عمليه التقييم دي بشكل مفصل فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عبد الفتاح. هدخل في الموضوع عشان اروح لماتش الاهلي وسان جورج بكره سريعا. مين لفت نظرك؟ مين التجربه اللي لفت نظر الكابتن احمد عبد الفتاح في بدايه المشوار؟ اكيد طبعا اول حاجه بلديه المحله فرقه الصاعده في الدوري الممتاز وبتلاعب فريق المقاولين ذو خبرات كبيره جدا معاهم مدير فني على اعلى مستوى كابتشاوي غريب. بلديه المحله والصعود للدوري الممتاز اول السنه دي بعد فتره طويله جدا معاهم مدرب مجتهد جدا احمد عبد الرؤوف وجهاز فني كلهم صغيرين في السن اتمنى لهم التوفيق تجربه حلوه قوي. واحمد اللي مطلعهم احمد بالظبط كده. لكن يعني جرت العاده ان المدرب اللي بيمشي. بيطلعهم شكرا لكن جزيلا. لكن برضه بلديه المحله ليها امكانيات محدوده جدا. حتى كمان لما تيجي تتفرج اسامي اللعيبه اول ناس معظمهم او بتكلم على 90% او 95% اللعيبه اول مره لعبوا دوري ممتاز. دي ممكن ليها شقين. شق ممكن تؤدي لنجاح كبير جدا لان طموح اللعيب ده عايز يحفر اسمه في الدوري الممتاز بيسوق نفسه عايز يبقى من بلديه المحله لمنتخب مصر للنادي الاهلي للنادي الزمالك. ده طبيعي. البلديه طلعت لعيبه كتير جدا. بتكلم البلديه كان في وقت من الاوقات كان على اكرم عبد المجيد ياسر ياسر رضوان ومحمد عمارة من احسن لعيبه جم في منتخب مصر والنادي الاهلي واحمد فاروق. لا البلديه فيها لعيبه على اعلى مستوى كانوا فرقه يعني الله جامده جدا. لا المجاهد لا المنصورة كان عاشور احمد عاشور المدير الفني كانوا فرقه في التسعينات على اعلى مستوى مظبوط. فتجربه حلوه قوي. على الشق الثاني بقى الخبرات دي ممكن في بعض الماتشات هتبقى في مشكله للفرقه لانه عندهم برضو سكواد ما عندوش ال 30 او 25 لعيب اللي يقدر يستمر موسم طويل جدا يعمل نتائج ايجابيه. طب ما كل فرق الدوري المصري او أكيد اغلب فرق اكيد بس المصري انا كده. بس انا الامكانيات بتخليني اجيب مثلا انا السكواد عندي 25 او 30 بجيب 17 18 واحد على مستوى عالي جدا والباقي قليل. لكن كل ما الانديه امكانياتها الماديه بيجيب مثلا ايه 11 لعيب بالعافيه يعتمد على 11 او 12 يعني. طب ما البنك الاهلي كان قريب جدا من الهبوط السنه اللي فاتت وانا بقول لك اكتر نادي عمل صفقات في والسنه دي بيعمل صفقات اكتر والناس عندهم طموح قوي جدا هو سيراميكا. لا بص الموسم اللي فات بالنسبه للبنك الاهلي وسيراميكا كانت غريبه. سكواد سيراميكا على اعلى مستوى لعيبه على اعلى مستوى وكانوا جايبين اجهزه فنيه لو فكرنا طول الموسم اذا كان معين الشعباني كابتن حلمي طولان احمد سامي في اول الموسم كابتن ايمن الرمادي اللي خد معاهم الرابطه في الاخر وهو كمل اول السنه دي وكابتن ايمن اول مباراه وخسر في الاتحاد السكندري. ففي حاجات انت بتستغرب اللعيبه دي والمستوى العالي جدا اللعيبه دي والنتائج بتبقى بالشكل ده ما تعرفش ايه سببها. لكن برضه انا بقول نقطه مهمه جدا سببها الجمهور. الجمهور لما بيكون مع اي فرقه اي لعيب معاه جمهور وعارف لما المباراه تخلص ولو خسرت يعني مثلا اتكلمت عن النادي المصري نادي مثلا الاتحاد اذا كان المنصوره اذا كان الانديه كتير الجماهيريه كمان مشكلته السنه دي عشان يعني البدايه اهلي والخساره برباعيه جدا جدا ومش يعني هم طبعا كلها مقلوبه هم مش متعودين على خساره يعني الخساره تبقى كبيره كده وبالذات من الاهلي اكيد. وكمان فكره انه السنه دي هم عاملين ميركاتو عنيف فكان توقعاتهم انه اربع لعيبه على اعلى مستوى هناكل الاخضر واليابس يعني مفيش فريق هيقف قصادنا. فلما اتصدم برباعيه في اول الموسم كان ردود الافعال الجمهور المصري اصلا كجمهور من زمان واحنا بنلعب كان في الثمانينات وفي التسعينات
جمهور ما بيقبلش الهزيمه. أيوة. وعلى ملعبه كمان كانت الدنيا كانت صعبه جدا. فاكر ماتشات الاهلي والمصري في بورسعيد صعبه جدا جدا جدا، زي ديربي الاهلي والزمالك كده. لا حاجه كده. صعبه جدا. فهم بالنسبه لهم دي حاجه حلوه تخلي اللعيب نفسه محط تحت ضغط، غير لعيب مثلا مش عايز اسمي نادي بعينه، بس بكلمك في انديه عندهم لعيبه على اعلى مستوى لكن ما عندهمش جمهور. فاللعيب اسمي انا ايه؟ اسمي انا ما ايا كان. ايوه يعني خلينا نتكلم على بيراميدز والزمالك، الفرقتين اللي اتقال ان هم الفرقتين اللي هينافسوا الاهلي الموسم ده على بالظبط. بيراميدز جاب صفقات على اعلى مستوى بالظبط، لو فكرت كده لو حسبتها ارقام كبيره جدا، لكن اللاعب نفسه بيلعب المباراه او يكسب او يخسر هو ما عندوش مشكله، مش عارف الجمهور ولا ما عندوش جمهور هيتضايق، ما عندوش جمهور لما يمشي في الشارع ها يزعق له او يشتمه. لعيب النادي الاهلي كده، لعيب النادي اليوم اللي بيخسر فيه ما يقدرش يمشي في الشارع. طيب. بيتمسك على السوشيال ميديا طول لغايه المباراه الجايه. كمان ان الجمهور ده هو اللي عمل اسمه، هو اللي اداله النجاح واداله الشهره. لعيب الكوره لازم يتحط، فلازم هيرد، ده عايز يرد دايما، لازم يتحط تحت ضغط عشان يعمل نتائج. شفت الزمالك وبيراميدز ازاي؟ والله مباراه. وهل هم فعلا من وجهه نظر كابتن احمد هما الفرقتين يعني القريبين من منافسه الاهلي على الدوري؟ ده طبيعي، ما ده بقالنا ده طبيعي من سنين، بقالنا 4 5 سنين. ما هو حتى لو الزمالك السكواد بتاعه اقل، بس نادي الزمالك عنده الجمهور اللي بيدعمه، اللي بيخلي اللعيبه المباراه اللي فاتت برغم الفوارق اللي بينهم. أيوة. في فوارق. أيوة. فوارق لصالح بيراميدز، لكن نادي الزمالك كان افضل في بعض اوقات المباراه وكان كسبان وكان ممكن المباراه يكسب. أيوة. الفوارق دي جت في ايه؟ الجمهور اللي عامل كده، جمهور نادي الزمالك اللي عامل كده. طبعا المنافسه السنه دي هتلاقيها من بيراميدز، الزمالك، فيوتشر، برغم ان الاداره اتغيرت بقى نادي مودرن فيوتشر، لكن برضو عندهم طموحات ان هم يكملوا في المربع الذهبي في بطوله افريقيا. الانديه الجماهيريه، الاتحاد والمصري، طموح الناس دي بقى، الانديه الجماهيريه دي طبعا كل التفكير السنه دي في المركز الرابع، كله عايز يوصل يلعب افريقيا. المصري بقاله مثلا لو فكرنا في ال 10 15 سنه اللي فاتوا لعب 3 4 مرات نادي الاتحاد نفسه. فالحاجات دي برضو بتخلي الدوري، المراكز السته اللي في الاول دول مع البنك الاهلي، مع سيراميكا، مش هقول حرب، كله بيحلم ان مين اللي هياخد الدوري ومين اللي يبقى من الاربعه الكبار. في لعيبه لفتت نظرك في الجو؟ يعني لسه بدري طبعا على المشوار والتقييم، بس في لعيبه جديده يعني اسماء جديده لفتت نظر كابتن؟ بص الاسم انا مش عارفه، بس اللي احرز الهدف الثاني في البلديه رقم 9، بص تحرك بتاع فيرود كبير بقالي كتير قوي ما شفتوش. اصل انا كنت بلعب مهاجم، فالتحركات دي حافظها بتاعتك. عماد متعب، عماد متعب تحركات محمد علي اللي هو بيجي من العكس كده، تحرك عرضي واتعملت له، استلم كويس وحط برجله الشمال فروت، تحس ان يعني عنده خبرات بقى لها 10 15 سنه في الدوري الممتاز. فنفسي يعني لو الاعداد يجيب لنا اسمه. عجبك التحرك؟ التحرك هو لاعب جيد جدا. أيوه. استلام و انا عارف هو اتحرك من العمق، انا فاكر الجول اتحرك من العمق كده واتطرف ناحيه الشمال، اتحطت له سندها بشمال وحطها بشماله. جون يعني بيفكرك ده اللاعب اللي لفت نظرك جدا جدا. نتمنى الاعداد لو جاب لنا اسمه يعني يا ريت يستاهل ياخد. بصراحه لاعب هايل. اروح معاك خليني اخد بس الاول نظرتك او تقييمك للاهلي بعد رباعيه المصري، لانه ده الشكل اللي جمهور الاهلي بيراهن عليه او مستنيه في واسبابه بعد 90 دقيقه مع اتحاد العاصمه و30 دقيقه مع المصري، ما كانش الاهلي على المستوى اللي احنا اللي الجمهور يعني كان مستنيه. حصل في اخر 60 دقيقه تحول 180 درجه. بص انا يعني عشان قلت لك انا اشتغلت كتير في الدوري الممتاز، اقول اصعب اوقات او اي فرقه اللي بيلعب النادي الاهلي اللي جاي من خساره، والنادي الاهلي جاي من خساره. النادي الاهلي جاي من خساره، مش اصعب اوقات للاهلي، اصعب اوقات لاي فرقه. اي فرقه ده انا كنت شايفها وانا بتكلم معاها انها صعبه لينا، لانه اي نتيجه غير المكسب هتخلي بدايه المشوار. النادي الاهلي من الانديه اللي صعب جدا 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 تخسر مبارتين ورا بعض، ودي مش خساره مباراه، انت خسرت بطوله. ايوه بطوله كمان يعني من يعني خلال المباراه او خلال كل التنبؤات قبل المباراه ان البطوله معاك. والشكل المباراه كان غريب جدا، انا مستغرب ان ما شفتش بطوله قلت ايه ما فيش اسهل من كده، بس سبحان الله هو ربنا رايد. يمكن عشان قلنا ما فيش اسهل من كده، ممكن وارد كل حاجات ليها اسباب. لكن تيجي بقى بعديها خلاص لعيبه النادي الاهلي بيجز على اسنانه داخل المباراه، لا عارف الهجوم اللي حصل عليه كل لعيب، زي ما بقول لك بقى الجمهور عارف، كل جمهور اللعيبه عارفه الجمهور قال ايه ومتضايق ازاي، لازم اصالحه. ما دي العيله، الترابط بين جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، تحس ان ايه الجمهور يزعل
انا جمهور ده اخويا وصاحبي أيوة. وابني عايز اصالحه، فاصالحه ايه في المباراه اللي بعد كده. مودست غايب عن ماتش سان جورج ذهاب واياب، يعني الماتشين بتوع افريقيا بدايه المشوار مودست مش موجود فيهم، ظهر مره وحيده او ظهر في مباراه واحده مع الاهلي قدام المصري، وكان علامه الاستفهام بالنسبه للجمهور في انه ليه مودست ما يعني ما شاركش في الحفله. هل انه طريقه او اعتماد مستر مارسيل كولر على طريقه اشتغل بيها السيزون اللي فات كله مع الاهلي ما كانش فيها راس الحربة الصريح، دي اثرت على انك انت تستغل امكانيات بروفايل زي مودست، ولا هل انه الراجل ما انسجمش لسه مع الفريق، ولا ممكن تكون انه لياقته البدنيه والفنيه لسه مش في اعلى مستوياتها، فبالتالي محتاج شويه وقت عشان المكنه تطلع قميص زي ما بيقولوا. يعني مشكلتنا ان الاعلام او جماهير النادي الاهلي عايزين اللعيب الجديد يعني اول ما يجي يطلع نار. مش مهاجم الاهلي ده حد تانية بيقول لك لازم يجي يطلع نار اول ما المباراه. يعني مهاجم الاهلي ده بالذات غير اي مركز تاني. مودس ده لسه مش عارف لعيبه النادي الاهلي، مش عارف فكرهم، لسه بقاله 10 ايام في القاهره. لا محتاج وقت، محتاج اولا ياخد لياقه المباراه، محتاج وقت انك تصبر عليه. اكيد مستر كولر جايبه عشان حاجه معينه، عايز منه حاجه معينه، ودي هتيجي مع المباريات. في فرصه ضاعت في انفراد بالمصري، لو كانت جت كانت هتشوف كل كلام بقى مختلف تماما. مع ان كرة كانت سهله يعني ما عملتش فيها بس ما فيهاش توفيق. لو كانت الكرة دي جت هدف كنت هتشوف الاعلام حاجه بقى مودس ده يعني كريستيانو رونالدو. بس هو التوفيق لا بقى. بس الاعلام ادى للاعيبه الاهلي اللي تقل... يعني بس هو خد حقه، امام عاشور خد حقه، رضا سليم خد حقه، صفقه على اعلى مستوى. امام عاشور على اعلى مستوى، بس امام برضو خد شويه في مباراه الاتحاد العاصمه. وانا بقول لك النادي الاهلي او اي محتاجين اللعيب اللي يجي ده من اول مباراه يطلع نار. لكن محتاج وقت يا جماعه، النقله دي من اي نادي لنادي تاني بتاخد وقت شويه. اعرف اللعيب ده تحركته ازاي، انا بلعب جنب دلوقتي جنب مروان، جنب قفشه، جنب رضا سليم، اول مره نلعب جنب بعض، لسه مش عارف هو بيفكر ازاي، لما اجي له هتحرك له ازاي، هو هيتحرك لي ازاي. الحاجات دي بتاخد وقت شويه، محتاج وقت. فمش عايزين نحكم على اي لاعب او كان سلب او بالايجاب ان هي صفقه فاشله او صفقه ناجحه. يعني امام المباراه الاولانيه يعني كان لسه اول مره، ثاني مباراه خد بالك امام برده ما لعبش، ما مسكش كوره بقاله لسه فتره طويله لسه جدا. ايوه يعني مش بس فكره مش الموسم جديد، لكن إمام هو امام لاعب على اعلى مستوى. هو اصيب مع ميتلند من من قعد فتره طويله، شهور طويله، ثلاث اربع شهور. كنا محتاجين صفقه زي امام بصراحه، لاعب على اعلى مستوى، لاعب جوكر ممكن تحطه في اي مكان بيأدي، روحه كويسه جدا في الملعب، عنده روح المكسب، روح المكسب دي مهمه جدا جدا لاي لاعب. فما يخش في وسط لعيبه النادي الاهلي برده محتاج وقت. لا هو جاي من ميتلاند برده نادي بطولات صح ولا ايه؟ اكيد طبعا صفقه انا كنت بتمناها، وان شاء الله اتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. واي صفقه اتكلم على مثلا رضا سليم من الصفقات اللي هي لو نوع من اللعيبه ما كانش موجود بقالنا فتره بالشكل ده. ايوه الناس اتكلمت على رضا كمان انه يعني انت عارف في لعيب محترف زي معلول كده، بس طبعا معلول يعني مش بقارن معلول برضا لانه معلول عشره عمر كبيره جدا، لكن لا اقصد اقول من 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 زاويه محدده، في لعيب يجي لك من بره ما تحسوش غريب عليك يعني. سمعتها كتير جدا، تحس انه رضا سليم هو النادي الاهلي دخل. دخل على طول مع يعني هو الروح، هو تركيبه، هو شخصيه اللعيب في النادي الاهلي، فتحس ان ده ظهر بسرعه وده يحسب لرضا بصراحه. طبعا بص اي لاعب عنده سرعات بيبقى مميز في وسط اي دوري. محمد صلاح اهو ما شاء الله متالق في انجلترا عشان لا عنده سرعات، فالسرعات دي بتعمل فارق بينك وبين اي لاعب تاني. أيوة. فهو كنت اتمنى له ان شاء الله يعني اتمنى له في المباراه اللي فاتت ان هو بالذات مباراه اتحاد العاصمه انه يجيب هدف، لجات له فرصه واثنين لكن ما كانش فيه توفيق، ربنا اداله في ماتش المصري كان مهم جدا، خد ثقه، الجمهور بقى فيه علاقه حلوه جدا بينه وبين الجمهور، دي بتدي ثقه ليه بعد المباراه الجايه. الحمد لله عندنا سكواد على اعلى مستوى دلوقتي، اذا كان لعيب اساسي وكان بديل. دلوقتي حتى مودست مش موجود، عندنا كهربا من اللعيبه المميزه جدا في مركز المهاجم، وصلاح محسن برضه، صلاح محسن جاي برضه. زعلوك انا عارفه لان انا ماسك 2005 في فيوتشر، فلعبته لعيب جيد، مهاجم نوعيه ممكن يكون له دور او في مساحه ليه في الموسم ده. والله هو لسه صغير يعني لا ما توقعش لسه شويه، لان عندك انت بتلعب فيرود واحد بيبقى عندك يعني مودست الراجل بيحط رقم واحد اثنين ثلاثه،
مودست، كهربا، صلاح محسن، وكمان بيرسي تاو ساعات لما بيجي ساعات في تغييرات بيحطه، لكن خامه كويسه. نتمنى له التوفيق، ويا ريت يا ريت احنا كنا زمان بقى في حاجه غير اللي بتحصل دلوقتي، كانت حاجه مميزه قوي. ايه هي؟ اولا المسابقات كانت قليله، فتلاقي مثلا تلعب مباراه في الدوري فعندك المباراه الثانيه كمان اسبوع او مفيش مشكله خالص تروح عامل مباراه وديه. فالبطل الوديه دي بيظهر فيها باللعيبه الصغيره، يبدا بقى اسامي الناس تعرف مين اللعيب الصغير ده، كانت مهمه جدا. دلوقتي ما بتلحقش تلعب ثلاث اربع ايام، فاللعيبه دي بقى بتظهر فين؟ في ماتشات الناشئين، اسمهم بيتردد في ماتشات الناشئين، وهو عنده منتخب 2005. اتمنى له التوفيق ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. بكره بيغيب على الاهلي سوليه وخالد عبد الفتاح ومتولي ورضا سليم وانتوني مودست وبيرسي تاو واكرم توفيق وكريم ندفت. بيريح، بيشتغل، بيعمل، لا بيعمل اكيد روتيشن، بيريح عشان لسه مخلصين مباراة. لا لا هو اكيد بيريح ناس معينه، بيفكر في المباراه اللي بعد كده. عنده سكواد ما عندوش مشكله مين يلعب ومين ما يلعبش، ما ده اللي قلنا اتكلمنا كده. اسكندر رضا سليم موجود، حسين الشحات موجود، بيرسي تاو موجود، طاهر محمد طاهر، انا بكلمك على المكان يمين او شمال، احمد عبد القادر، قلت لك خمسه على اعلى مستوى، اي حد فيهم هيأدي ويؤدي مباراه على اعلى مستوى، وجود او عدم وجود، لعيب اساسي او بديل. فلما يريح رضا سليم تلاقي الماتش اللي فات كان حسين الشحات مش موجود. ايوه. فرضا سليم تلاقي حسين الشحات داخل. يرجع. بالظبط. فهو هيبدا بقى طول الموسم بشكل ده. ده اللي بيساعد اي مدير فني يكون معاه سكواد. مجلس الاداره كابتن خطيب بصراحه جايب له سكواد على اعلى مستوى بصراحه يعني. فاي انا كمدير فني يعني انا مستمتع وانا بشتغل ان انا عندي السكواد من اللعيبه دي. ما عنديش مشكله. باجي في نص الملعب طبعا ربنا يشفي السوليه. لعيب مهم جدا. عندك مروان وديانج وندفد وقفشة وأوكا وإمام أي حد بيلعب. بص يعني مثلا الماتش اللي فات لعب مروان ما لعبش، فممكن خد شوية هتلاقيه موجود. أيوة. أوكا مثلا كان بيلعب هيقعد. هتلاقي ديانج مثلا، أنا من اللعيبة اللي ما بيغرقش هو ثلاث لعيبة كان السنة اللي فاتت، ديانج ومعلول وبيرسي تاو. أيوة. ومحمد عبد المنعم والشناوي يقدر يعمل روتيشن في بعض اللعيبه، وتلاقي اللعيبه دول موجودين في كل مباراه. فاتمنى انا القلق عليا الفتره الجايه ان معلول بصراحه اربع خمس مواسم على اعلى مستوى. اتمنى البديل لما احس مثلا ان معلول خلاص تمام افكر بقى ندي لحد تاني عشان ايه نبدا نفكر. انت عارف الكوره يعني ربنا يديله الصحه طبعا، بس هي الكوره كده وقت بتلعب وبتبطل، ده وضع طبيعي. اتمنى نحضر البديل لمعلول الفترات الجايه. لان بيجي مثلا كل ماتش كده الدنيا ماشيه كويس تدي حد كويس. عندك الدبيس، عندك كوكا ممكن يشتغل فيها. فكر في صفقه مثلا مهمه تقيله افريقيه مثلا زي معلول. محتاجين حاجه زي كده ان شاء الله. مين اللعيب اللي ممكن يتوظف مع يعني طبعا كريم الدبيس بيلعبها دي حتته، لكن اقصد اقول هو نقل مثلا كريم فؤاد من باك يمين وظفه جناح يمين وكريم نجح جدا. كريم كمان كورته حلوه وعنده سرعات. مين ممكن من وجهه نظرك يلعب في الحته دي قوي؟ في الفرقة؟ موسيماني وظف اكرم من باك رايت، من ديفندر لباك رايت ونجح جدا في الحته دي. بص المكان ده بالذات الديفندر سهل جدا، لازم يلعب باك رايت. وعلى على على اجيال كتيره جدا حصلت. مثلا نتكلم على بركات شويه لعب في نص ملعب باك رايت. مزبوط. احمد فتحي لعب نص ملعب مثلا ولعب باك رايت. لا احمد فتحي اساسه ديفندر. اتفرج عليه منتخب الناشئين اول ما لعب لعب ديفندر. فبقت الباك رايت والديفندر دي حاجه عاديه، لكن ما تلاقيش مثلا ان هي ديفندر وباك شمال. صعب لما صعب انك تلاقي ديفندر اشول مثلا. فمحتاجين باك شمال طبعا. ديبيس محتاج وقت ومش سهل ان انت تديله على طول. محتاج وقت شويه وتستنى عليه شويه، لان هو محتاج وقت عقبال ما يندمج مع الفرقه. محتاج وقت عقبال ما مستواه يبقى في مستوى عالي المعلول. والدوري صعب جدا وبطوله افريقيا صعبه جدا. أيوة. فاتمنى ان شاء الله احنا نكون في صفقه مهمه جدا، مش السنه دي بقى، السنه الجايه تفكر في المكان ده او في الميركاتو الشتوي. بالظبط. مين لفت نظرك من باكات شمال في مصر؟ بلاش عشان الجمهور الزمالك يزعل. مين لفت نظرك من باكات شمال في مصر؟ بدل السؤال ايه؟ عشان الجمهور الزمالك يزعل مني. فتوح طبعا مميز. انا مرنت فتوح غير الاهلي والزمالك. مرنت في سموحه كمان. مرنت فتوح في سموحه؟ سموحه لعيب على مستوى عالي جدا. كان اعاره عندكم؟ فتوح كان اعاره كان من الزمالك. اشتغل موسم، قعد سنه موسم، لعيب هايل يعني. ايوه. ففي لاعب اللي هو اللي بيلعب في البنك الاهلي افريقي اسمه يعقوب متهيألي برضه لعيب جيد كويس مصري. مفيش حد مصري
لا مفيش حد مصري قوي، مفيش حد انا مصري. شايف يعني في كلام شويه انا يعني بيقولوا على لاعب في انبي محمد حمدي، محمد حمدي يعني، محمد حمدي بتاع محمد انبي حمدي برضو بتاع بتاع بيراميدز بيراميدز. لاعب كويس جدا جدا، بس طبعا بيراميدز مش هيسيب لاعب النادي الاهلي انت عارف يعني. ف لكن لو محمد حمدي لا طبعا لاعب اي كويس جدا، بس محمد حمدي بيراميدز محمد عنده حمدي الخبرات، لاعب دولي دلوقتي، لاعب جيد جدا يعني. اتمنى على قد عايزين المستوى ده، اي محتاجين المستوى ده، اتمنى يعني. بره الكوره ايه اللي عجبك في في انطلاقه الدوري؟ التحكيم التصوير، نقل. التصوير والنقل بصراحه السنه دي حلو قوي. اتفرج على ماتش مثلا الداخليه وانبي، التصوير فيه على اعلى مستوى، شكل الهدف لما بيجي وبيعيده حاجه طبعا حلوه قوي، ودي دي اللي احنا بنتمنى، اللي بتتطور من سنه لسنه بصراحه، ان ازاي انك انت كمشاهد ده بيعلي قيمه الدوري المصري كمشاهد، تتفرج على حاجه وانت مرتاح. كان الاول تلاقي صعب، لو واحد واقف قدام الكاميرا حاجات كانت بتبقى صعبه الاول، دي صحيح. حاجه كويسه جدا مميزه جدا يعني. تحكيم التحكيم لحد دلوقتي الدنيا الحمد لله سهله بيريرا حاسس انه ليه يعني بصمة. لحد دلوقتي، بس انا بصراحه يعني انا شايف ان في حكام على اعلى مستوى في مصر بصراحه يعني، في لعيبه في حكام بصراحه، وهم في بدايه المباراه اول ما اشوفهم بحس ان المباراه هتمشي سهله والدنيا مفيش مشاكل خالص. في حكام طبعا ساعات بيبقى التوفيق مش معاك، لان الحكم ده زي لعيب الكوره، ممكن لعبه او اتنين مبقاش موفق فيها بيبقى زي اي لاعب والناس بتنتقده، لكن انا شايف الناس بتجتهد، الناس بتحاول طبعا. الفار عامل مساعد كبير جدا يعني، اكيد ايوه الواحد لما بيجي بيتهيألي مع النقل التطور الصورة السنة دي بيتهيألي انا الفار مفترض انه يحسب. لما باجي اتفرج بقعد اراجع نفسي، هو ايه هو الحكم ازاي كان بيحسب الحاجات الصعبه دي الاول؟ لا ده كان في الاول بقى في حاجات بتعدي ساعات غصب عنهم ايوه كتيره جدا، ما هو عشان كان غصب عنهم الناس كانت بتحط بتهاجمهم الجزء ده في الاعتبار، فما بيبقاش. لكن لما يبقى قدامك فرصة ترجع لكاميرا ويبقى ما معاك بقول لك، حكم قاعد ما في انا الفار بقول لك، بيتفرج على اللعبة من كل وساعات الزوايا برضو بيحصل ويطلع خطأ. قرار غلط، لا هنا دي تخيل، ما انا بقول لك مشكلة. ساعات تخيل برضو في ايوه كده تلاقي مثلا لعبه معينه صعبه جدا، انت بتتفرج يعني، انت مش وانت قاعد بتتفرج والفار بيعيد، انت نفسك وانت بتتفرج مش عارف تاخد قرار، في مثلا رجل سابقه لا هو في اوف سايد، انت مش عارف تاخد قرار لانه الزوايا او الصوره اللي اتنقلت لك مش الصوره موضحه. بالظبط. امبارح بتفرج يعني بقول لك على كره كهربا في اتحاد العاصمه مثلا لما اتعادت من زاويه واحده، بالظبط، لكن احنا لا انا بعد وتعادل، الماتش لما شفتها من الزاويه العكسيه، لا ضربة جزاء، ضربة لا جزاء مش بس ضربه الجزاء، الكره اللي دخلت الجون ما فيهاش حاجه، خالص جون صريح خالص بالظبط. وعادي جدا ما انا فيهوش شايفها اي عادي مشكله. جدا، بيمسك كرة حط رجله جون عادي جدا. امبارح او بتتفرج على الدوري الانجليزي او امبارح في الدوري السعودي، ازاي بيجيب لك مثلا كرة اوف سايد، يجيب لك ما فيش حد في الملعب خالص غير الاثنين دول بشكل معين، وتشوف فيها واضحة وضوح واضحة جدا الشمس. أيوة. جدا، تاخد فيها قرار وانت مرتاح، مفيش حد يقدر يقول لك كلمة. لكن اتمنى ان شاء الله، بص احنا إن شاء الله إن شاء الله. بنتحسن، يكون عندنا تفاؤل طيب يبقى افضل ان شاء الله. يبقى للأهلي، أنت بتلعب ماتشين، هتلعب ماتشين دوري الأبطال ومن بعدهم مباراة قبل نهائي كأس مصر اللي هي مع إنبي بتاعت السنة اللي فاتت، ومن بعدها يكون التوقف عشان ماتشات منتخب مصر. هل شايف إنه وتروح بعد كده الاهم او اقوى بطوله السنه دي السوبر بطوله السوبر الافريقي او الافرو ليج، شايف انه الفتره دي كافيه لانه الصفقات الجديده تنسجم، انه الفريق يوصل لمعدلات بدنيه كويسه، انه الاهلي يبقى جاهز ان هو ياخد منافسات بطوله الافرو ليج، اكيد ولا التحدي شويه بالنسبه لمارسيل كولر؟ اكيد طبعا اكيد، هي كل ما بتاخد وقت شويه كل ما بتلاقي الصفقات يحصل بين انسجام من اللعيبه اللي بتخش، لان كان عندك دلوقتي اتنين لعيبه من الصفقات الجديده بيبقوا موجودين على طول في الفريق الاساسي، كان رضا رضا سليم أو واذا كان إمام. امام. مودست ممكن برضو الفترات الجايه ممكن تلاقيه برضو في بعض المباريات، هو بيعمل بينه وبين كهربا وصلاح محسن، فهتلاقيهم الفترات الجايه. لكن لا الماتشات دي ان شاء الله 3 ماتشات دول او 4 ممكن تدخل لعيبه النادي الاهلي في فورمه كويسه قبل البطوله، لان بطوله السوبر دي السنه دي صعبه جدا جدا جدا، وبطوله ما كانتش في الحسبان، ما كانتش في الحسبان، بتخش في زحمه بس هي كلها في الاول والاخر يعني 6 ماتشات، ما هياش ما بطوله انا عارف، يعني ما تقدر زي تعتبرها كاس زي العالم للانديه قريبه بالظبط كده من كاس بالظبط العالم كده. للانديه. وعندك كاس بس العالم مستوى للانديه المنافسه فيها هو اللي صعب، طبعا، عندك يعني الوداد هتقابل فيها الناس اللي بينافسوك بطوله افريقيا، انت سيمبا في مشوارك، سيمبا وبعد كده يا اما بيترو اتلتيكو يا اما سان داونز، والاقرب سان داونز، طيب بقول واعتقد لك انه الاقرب لو وصلت المباراه النهائيه انه يكون الوداد الوداد. يعني اكنك فبتتكلم بتعمل بروفه
بعد ما بتخلص مجموعات، بعد ما تخلص مجموعات بتخش بقى على ايه دور الثمانيه، الفرق اللي بيبقوا موجودين بيبقوا تملي صن داونز، كانك بتبتدي دوري ابطال افريقيا من دور الثمانيه بالظبط كده. فاتمنى ان شاء الله التوفيق لعبة النادي الاهلي. موسم صعب لانك انت جاي من نجاحات كبيره جدا، ازاي تحافظ على النجاحات دي؟ دي حاجه مهمه جدا. هل بتشوف انه السكواد اللي مع مارسيل كولر ممكن مش يفرض عليه، لكن اقصد اقول يخليه يفكر في تغيير شكل الطريقه والاسلوب اللي بيعتمد عليه في اداء الاهلي، ولا كولر اللي ظهر مع الاهلي السنه اللي فاتت ورهانه على الطريقه دي واللي وصله الخمس القاب وتتويجات ممكن يقول لك لا العب على المضمون لا لا لا، هو طريقته ما فيش مدرب فني بيغير طريقته، هو بيخلي اللعيبه تغير طريقتها في اللعبه عشان تبقى موجوده في الفرقه. يعني اتكلم على مثلا كهربا، بس هو ما كانش عنده راس الحربه زي الصريح صريح مثلا السنه اللي فاتت. هل وجود مودست مثلا، صلاح محسن انا بعتبره راس حربه صريح برضه، كهربا مش ادى دور راس الحربه، يعني ادى دور راس الحربه بشكل كويس جدا. بس ما اقدرش اقول على كهربا مهاجم، لانه مهاجم بس هو صريح. انا حاسس انه خلاص كهربا مصنف مهاجم، يعني ما اعتقدش انه كهربا ممكن يلعب لا 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 لا, لا, لا خالص كهربا مهاجم، لا لا مهاجم خلاص، ما هو محطوط اي مدير فني رقم واحد كذا اثنين كذا ثلاثه كذا، هو حاطط. عشان كده محمد شريف فكر انه يطلع السعوديه، لانه خلاص حس ان هو مثلا فرصته هبقى رقم ثلاثه، معقول انا عارف النادي الاهلي هيجيب مهاجم افريقي. أيوه. فعشان كده قال لك لا اطلع عشان رجلي تبقى في الملعب. بنتكلم على مستر كولر او كمدير فني عنده قناعات بالطريقه، هو اللي يخلي اللعيب عشان تبقى متواجد تغير من طريقتك. نتكلم مثال قفشه، قفشه لاعب مميز في طريقه 4 2 3 1 بيلعب طريقه 10 دي على اعلى مستوى. أيوه. مع مستر كولر ما عندوش حاجه اسمها 10، عنده 4 3 3. ازاي رقم 6 اللي هو مروان، لانه 10 ده مركز محبب قوي للجمهور، جمهور عشان احنا متعودين بقى لنا 10 سنين يعني رقم 10 ده ما بيدافعش، المعلم اللي هو بيطلع لعب الكوره. شخصيه يعني شخصيه طبعا كولر هو حر، طبعا هو الامر الناهي طبعا. هو المسؤول، هو اللي بيحاسب، فبالتالي هو اللي مسؤول عن اختياره. بس انا اقصد اقول ان رقم 10 شويه قريب من شخصيه الاهلي. انت عارف مثلا برشلونه طول عمره يكسب يخسر، بس فريق ليه طريقه اداء وليه شكل وليه لو الطريقه دي مش موجوده وبيكسب بيتهيألي جمهوره مش هيبقى مبسوط قوي طبعا، فاهم قصدي؟ البايرن نفس الحكايه، الريال نفس، كل فريق من الفرق الكبيره ليه شكل. مانشستر يونايتد ليه بيعاني بقاله سنين رغم انه بيجيب اسماء مدربين ولاعيبه كبيره جدا، لكن مش هو ده، مش دي كره مانشستر يونايتد بالظبط. فالاهلي ليه شخصيه كده يعني اكيد، منها دايما نمره 10 ده، 10 ده كمان على 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 مدار التاريخ او لعيبه كتير جدا في الحته دي كانت طبعا. طبعا ابو تريكه، كابتن علي ميهوب طبعا، من اللعيبه اللي في الحته وليد دي، الخطيب وليد صلاح الدين. انا اصلا لعبت مع وليد بقى واحنا عندنا 12 سنه. وليد صلاح الدين ده كان بيكلم الكوره وهو صغير والله العظيم، وهو كبير برضه. لا بكلم وهو صغير بقى، عشان انا عاشرته وهو صغير. كان مثلا نخلص المباراه تخلص 10 12 وليد جاب 7 8 تجوان. بكلم بجد مش بهزر، كان الفرقه بتاعتنا اسمها فرقه وليد صلاح الدين. والله. فمن احسن الناس اللي شفته بيلعب في الحته دي طبعا، تريكا ناس كتيره ده جدا ده يعني. ده التغييره اللي كان بيعملها الجمهور يعني وليد. ماتشات لما كانت ما شافش طبعا، ماتشات لما تقفل مع النادي الاهلي وليد قاعد على الدكه بره، فالجمهور يطلب على طول وليد ينزل وليد ينزل، فمدير الفني يروح وليد يسخن. كان حبيب الاهلاويه طبعا طبعا، كابتن النادي الاهلي على وبعدين من اللعيبه اللي تمتعك كوره كابتن احمد، يعني الناس بتبقى عايزه الاهلي يكسب بس عايزه تستمتع كمان بال اكيد اكيد اكيد. فكواليتي علاء ميهوب، كواليتي كابتن علاء كمان، طاهر ابو زيد، كواليتي حاجه مش معقوله. كابتن علاء برضه من اللعيبه اللي طبعا، كابتن الخطيب طبعا. لا بص، كابتن الخطيب ده في حته ثانيه خالص طبعا، اتكلمنا بقى كابتن الخطيب. بس كابتن الخطيب كان بيلعب مهاجم، ايوه من احسن المهاجمين اللي تتفرج عليه. لا سيبك من مهاجم وهداف ومش هداف وارقام، يعني القصه دي في قصه الاحصائيات لكنها على جنب، رغم ان الخطيب طبعا يعني هداف تاريخي للاهلي وارقامه عظيمه جدا، لكن سيبك من الارقام، انا بكلمك على متعه العين طبعا. اللعيب لما انت تبقى في الماتش مستني هي امتى الكره تيجي تحت رجله بالظبط، ولما تيجي تحت رجله مش عايز يسيبها، لا يعني لا طبعا. عايز تتفرج هو هيعمل كتيرة ايه جدا في في النادي الاهلي. القماشه دي قلت بتهيألي، لا لا دلوقتي اخر واحد شفته وهشوفه ميسي، بعديها بقى اتفرج على كاس العالم مثلا اللي فات ميسي، بعد ميسي بقى شكل الكوره اختلف تماما. الكوره اتغيرت، كان زمان مثلا الدوري المصري لما تيجي تتفرج على اهلي زمالك اسماعيلي محله مصري، كل فرقه من دول لما تيجي تقول مثلا هلاعب المصري النهارده في خمسه او ست لعيبه على اعلى مستوى. على اعلى مستوى، لعيبه كبار كبار، الاتحاد المحله
النادي الاهلي، نادي الزمالك. هو الغريب انه دلوقتي الامور، تلاقي واحد او اتنين مميز. انت برضو يعني راجل اشتغلت مشوار طويل كمدير فني، بيتهيألي ان الامور من ناحيه الامكانيات بتعلى النهارده، ميزانيات او اللي بيتصرف على كره القدم وعلى لعيبه كره القدم وعلى الاجهزه الفنيه غير اللي كان بيتصرف ايام أكيد زمان. ده خالص إن شاء الله. الامكانيات اللي بقت متاحه، ادوات التدريب اللي بقت متاحه، لو بصينا مثلا على الجهاز الفني النهارده، طاقم التحليل اللي موجود فيه، كانش في محللي حاجات دي اداء زمان، الاداء والحل ومساعدين البدني المدرب، ومين بيشتغل مع تطوير اداء، ومين بيشتغل الهجومي دفاع، والدفاعي. ومين بيشتغل، وتبص كمان على كواليتي الملاعب وكواليتي الكوره وكواليتي البوتس، جزم، الاحذيه، الجزب اللي بيلبسوها لا اللعيبه، لا، حاجات غيرت تماما صح؟ دي تماما. اتغيرت، ومع ذلك المتعه ما بقتش زي، انا بقول لك مش عارف زمان دي نوستالجيا للقديم ولا هو بجد زمان زمان ملاعب الكوره اللي هي الاستادات كانت صعبه جدا جدا طبعا. جدا انك انت كلاعب كوره تسيطر على الكوره مثلا وجاي على الارض. ايوه، دلوقتي اللعيبه ولا بتلعب في على، الارض ولا في الهواء. دلوقتي اللعيبه بتلعب على سجاده، ايوه، سجاده فعلا ارضيه على الملعب ترابيزه اعلى بلياردو مستوى. حضرتك في انجلترا، الملاعب تحس انها لا كوخه خلينا بلياردو. في مصر عشان انا جربت وفي في مصر. مصر برضو. ملاعب على اعلى مستوى دلوقتي، ايوه، مفيش مشكله خالص. حاجه بصراحه تطور غير طبيعي في الملاعب. في التسعينات انا مهما قلت لك ان في ملاعب، واللي هي موجوده دلوقتي هي نفس الملاعب، بس كانت سيئة جدا جدا جدا. بس احنا عندنا مشاكل في الناشئين، عندنا مشاكل في التفريغ. أكيد. يعني كان معايا خبر النهارده مثلا، بما ان احنا بنتكلم عن المواهب، ما أنا ماسك 2005 فيوتشر. على مستر ميكالي بيقول لك انا منتخب مصر الاولمبي ما عنديش مهاجمين غير اسامه فيصل، وبدور ان انا يعني المشكلة. اضم مهاجم مش عارف بص يخش معايا اولمبياد. ده المكان منتخب مصر ما فيهوش الاولمبي ومدير فني والأول. واول، واول صحيح واول. عشان في وقت من الاوقات كنا بنفكر مين مهاجم النادي، مهاجم مصر، كناش لاقيين. دي سببها ايه؟ انا من وجهه نظري انك انت فتحت كل واحد او كل الانديه المصريه اول حاجه بتفكر صفقه فيها مهاجم افريقي. مهاجم افريقي دي بتخلي مثلا في الدوري الممتاز 18 فرقه، تلاقي فيهم مثلا 10 افريقيين، فتلاقي المصريين اللي بيلعبوا قليلين اي، جدا. بس هو النادي اللي هيلاقي مهاجم مصري كويس مش هيفكر في افريقيا يا كابتن احمد. يعني ما انت برضو ما انت لما لا ما الاول مثلا السوق في النهايه عرض وطلب. اكيد ما انت برضو في انت لو عندك مواجب بس محتاج يستوي. يعني هو يستوي ازاي؟ ال 100 مليون دول ما فيهمش 10 مهاجمين ممكن يبقوا اطلعهم يبقوا على اعلى مستوى، ما طبعا فيهمش في عمرو زكي وعماد متعب يعني انا ممكن اكتب لك لسته طويله. منتخب مصر ايام كابتن حسن شحاته كان فيه 3 4 مهاجمين. زيدان، عمرو زكي، احمد زيدان، ميدو، عماد يا متعب. سلام زيدان، ده طبعا زيدان ده لا عالمي لا لا عالمي. طبعا طبعا طبعا. واحمد حسام لما كان بيلعب بالظبط. يعني لا في الملعب كان اربع واقف. مهاجمين على اعلى مستوى، اربع على اعلى مستوى. كابتن حسام حسن برضو لعب معاهم. طب لا في مهاجمين كان ساعتها حسام حسن لعب معاهم وسجل 2006 معاهم في 2006. 2006. لا لا بص، مكان المهاجم ده الاول كان فيه من اول الثمانينات لغايه 2006 كان فيه لعيبه كبار جدا. ايوه، كابتن حسام حسن، كابتن ايمن شوقي، محمد محمد رمضان، كابتن رمضان. ايمن انا شوقي. لعبت معاهم الاثنين حاجه على مستوى عالي جدا جدا. خش على المحلة كان فيه المشائي، المشائي ده كان مهاجم على أعلى مستوى المصري. كابتن مسعد نور، جمال جودة، جمال جمال جودة، محمد، تخش على الترسانة، محمد فؤاد، كل الثلاث محمدات، محمد فؤاد، بوجريشة، محمد كمال، إسماعيلي، محمد صلاح، أبو محمد جريشة. صلاح ومحسن. حاجة محمد حاجة. محسن، أبو فبص جريشة. كل نادي هتلاقي وكل فيه. دول دولي لعبوا منتخب مصر. دلوقتي بقى عد بقى الفراودة اللي موجودين في مصر، عدهم أنت، عد كم واحد في مثلا في نادي مثلا مين اللي بيلعب مهاجم دلوقتي في الأهلي والزمالك محترفين. في فيوتشر عنده احمد عاطف ومروان مصريين. المصريين، بيراميدز عنده مش مصري اسمه كالالا، فيستن مايلي لعب كالالا بالظبط اللي هو كده ماشي. كان بيلعب في يانج افريكانز. سيراميكا عنده، كان عنده الاول وفخر الدين بيوسف في المصري. ابوكا وبعدين مشي جاب احمد ياسر. يعني بكلم في الاول البنك الاهلي عنده مش فاكر، مش بس مصري. والله حتى اللعيبه المحترفين، يعني معلش مع كام احترامي برضو، مش يعني على مستوى عالي. فاكر مثلا، مش هقول لك من الاهلي عشان ما يقولوش احنا بنتكلم في قناه، هيقول لك مثلا جون وتاكا لما جه، اعتقد جه اسماعيلي مقاولين، وبعد تهالي جه مقاولين الاول بعد كده اسماعيلي، على صح؟ اعلى مستوى، كان وراح بعد مهاجم على كده اعلى دوري مستوى. فرنساوي. لا، في مهاجمين كتير جم في طبعا فتره طبعا محترفين طبعا. افارقه. و فيليكس، فيليكس فيليكس انا طبعا. عاشرته لانه كان معانا برضو في الجيل بتاعنا مهاجم على اعلى مستوى، وكان موجود كمان في وسط جيل
قوي جدا، كابتن ايمن شاوي، كابتن محمد رمضان، كابتن حسام حسن، حاجه كشري، علي ماهر، لا مهاجمين في مصر بصراحه الحته دي كانت مصر مميزه بالحته دي. المهاجم ده مهاجم مصري لو قلنا اسامي بس هي كتيره جدا. الاساس من غير ما نفكر ومن غير ما نبحث ومن غير ما نحلل الامور ملهاش علاقه بالمواهب، ان المواهب يقينا الموجود. اكيد، بس مش زي زمان، شكل الكوره اختلف، المهاره قلت جدا، مش بتكلمك أي. بقى في مصر، لا في العالم. وانت بتتفرج على كاس العالم هي المستويات متقاربه، ان المغرب انها توصل قبل نهائي ليه؟ لان خلاص كان زمان الفرق بتاعت اوروبا فيها لعيبه بتعمل فوارق جامده جدا، لما تيجي تلعب الجزائر او تلعب تونس او تلعب اي فرقه عربيه او افريقيه بيكسبوا سهل جدا. لكن دلوقتي الفوارق لان المستوى متقارب جدا جدا، لان في دلوقتي في تطور فكري، تطور خططي، حاجات كتير جدا بتوصل ان المباراه مفيش فوارق لعيبه بتعملها. الفوارق بيعملها مين؟ ميسي. الفوارق بيعملها مين؟ رونالدو. كانوا بقى اللي كانوا هم دول اللي بيوصلوا الفرقه. بكلم يعني فرقه الارجنتين مثلا من غير ميسي هتلاقيها 60% مش هتعمل كده. برشلونه من غير ميسي في وقت من الاوقات برضو صحيح. يمكن والتمرينه بتبدا وهتكون معانا كمان دقايق، شاف شكل الاهلي او تشكيله الاهلي بكره في ماتش وايه اللي ممكن يستفيد منه مستر كولر في مواجهه سان جورج في بدايه مشوار افريقيا؟ طبعا دي لقطات من التمرين تمرينه الاهلي على الهواء. هو انا شايف ان المباراه يعني سان جورج فرقه طبعا على المستوى الافريقي اسم متداول على طول بنسمعه كتير، بس انا مش شايف ان هو مثلا مش فرق الصف الاول. ماتش تستفيد بيه، بتدخل عناصر جديده، بتحط رجل في الملعب، تدي فرصه للعيبه الجديده، تدي الفرصه للعيبه اللي هي محتاجه ثقه شويه، تدي بعض التغييرات في المباراه. يعني مثلا قفشه محتاج يخش المباراه. بصراحه قفشه من اللعيبه اللي عجبتني السنه اللي فاتت قوي. ايوه ليه؟ قفشه متعود يلعب 10 مكان 10، لكن يطور من اداء لعبه يبقى بيشتغل في 4-3-3، يشتغل الدور الدفاعي والدور الهجومي، من اللعيبه اللي عجبتني جدا الموسم اللي فات. صحيح، وتراهن عليه دايما في اي وقت، عنده قدره بتلاقيه يقلب لك المباراه. واحد من الاسماء اللي حصلت بالذات مع كولر في ماتشات كتيره جدا جدا، دخوله احدث فرق كبير جدا، وبالتالي هو واحد اكيد من اهم الاوراق. نتمنى التوفيق لنجومنا بكره ان شاء الله بدايه مشوارنا في افريقيا. مكسب طبعا مهم، لكن الاهم ان احنا نكمل على نفس المستوى ونقول ان احنا داخلين افريقيا كالعاده اهلي مرشح اول للتتويج والفوز باللقب. بشكرك كابتن احمد على وجودك معانا. شكرا جدا يا محمد، شكرا جدا جزيلا. بشكر حضراتكم على المتابعه. بعد بكره ان شاء الله بعد المباراه يكون لنا لقاء تاني، ويتجدد لقائنا في 6 تحياتي لكم.